بينما كانت الطائرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحط في مطار الليد بإسرائيل، كان العشرة من نشطاء الفصائل الفلسطينية يخرجون في مسيرة منددة بزيارته للمنطقة. المسيرة التي ضمت ممثلين عما يعرف بالقوى الوطنية والإسلامية توجهت لمقر الأمم المتحدة بغزة وحملت عدة رسائل لسيد البيت الأبيض. زيارة أوباما غير مرحب بها فلسطينيا لأنها جاءت تكريسا لشرعية الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية، ولذلك هذه الزيارة تمثل دليلا إضافيا على مدى الانحياز الأمريكي لصالح الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية. اليوم يأتي تحت عنوان الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيل وضمان التفوق العسكري والاستراتيجي لهذا العدو على أبناء شعبنا وأمتنا، وأيضا لفرض ضغوط أمريكية على السلطة للعودة للمفاوضات العبثية بدون شروط وبدون أي فائدة للشعب الفلسطيني. وبعيدا عن رأي الفصائل الفلسطينية، كانت انطباعات العديد من الشبان الفلسطينيين غير المسيسين لا تحمل الكثير من الإيجابية اتجاه الرئيس الأمريكي. بالنسبة للتصريحات الأخيرة اللي قريناها على لسان أوباما، حتى إنه تعطينا دافع كتير إنه نقول إنها مش مشجعة، وإنه هي زيارات يعني شكلية لا بتدفع في قضيتنا ولا بتدفع في إشي. لن تكون النتائج مطمئنة للجانب الفلسطيني. أوباما دائما المعروف عنه إنه يدعم إسرائيل وأن إسرائيل ولاية من ولايات أمريكا. ويتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات في غزة على زيارة أوباما، خاصة عندما يبدأ زيارته لمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. لا تختلف غزة عن بقية المدن الفلسطينية في تقييمها لزيارة أوباما للمنطقة، فقد علمت التجربة الفلسطينيين أن يخفضوا دائما من سقف توقعاتهم، خاصة وأنهم يدركون تماما طبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. سامي سهمود، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.